يلا معانا استراتيجية التعلم باللعب. استراتيجية التعلم باللعب. ياسمين رفع البالونة. أول شيء نبدأ من عند ثريا، من عند أنهار. يلا يا أنهار، 6 + 3 يا أنهار كم؟ 5. غلط، قرح البالونة. يلا ياسمين، 2 + 2 4. أحسنتي، حطي البالونة وادخلي مكانك. تصفيق الياسمي، تصفيق الياسمي. ها عمار، 1 + 8 9. أحسنت يا عمار، حط البالونة وادخل مكانك، حط البالونة وادخل مكانك. تصفيق يا عمار. ها ذياب، 4 + 3 يا ذياب، 4 + 3. خطأ، قرح البالونة.